المرأة عندنا هي رعاية المرأة المعنفة في بيوت استضافة المرأة المعنفة. ده نوع من المؤسسات اللي عندنا اسمه بيوت استضافة المرأة المعنفة. يعني لو واحدة ضربت في بيتها وجوزها ضربها برا البيت بتيجي تنام عندنا وغيرها أو أخوها ضربها أو أبوها أذاها ومفيش مكان تروح له من الأقارب بتيجي تبات عندنا لان عندنا اعتقد ان الطفل كذلك عندكم خط نجدة الطفل اللي برضه اللي بيضرب بس بس ده بنرجعه بس تويتو انا بتكلم عن دور استضافة المرأة. خليني بس اعلق على كلام حضرتك بالنسبة للمتفائلين والمتشائمين. جميل. اولا لا مكان للمتشائمين في صناعة المستقبل. يعني اي واحد عايز يتكلم عن المستقبل وعن التنمية والرعاية ومتشائم يبقى يعني مش هنبسط معانا. لان احنا لو هنتكلم عن التشاؤم عندنا اسباب كتيره ولكن اذا كنا هنتكلم عن التفاؤل فانا بس بقولك حضرتك وحضرتك وحضراتكم بصوا الشباب دول وتتفائلوا جدا. الشباب اللي واقفين دول هم شباب مصري متطوع لقضايا الرعايه والتنميه والحمايه. يعني شباب صندوق الادمان شباب مبادره بينا مصر بكره احلى والشباب معرفوش حتى شباب معرفين الشباب دول يعني مش ناس انا جايباهم معايا دول شباب موجودين في المعرض لانهم متطوعين تماما منهم في ضروره الحمايه والرعايه والتنميه واملا في غدًا افضل. فانا يعني فكره المتشائمين والمتفائلين دي معايا ما بتمشيش كويس. ماذا قدمت الوزاره للشباب؟ الوزاره عندها اولا برنامج الدعم النقدي المشروع ده بيقدم لاسر شابه في 2.25 مليون اسره متوسط الاعمار فيهم في الثلاثينات والاربعينات. ليه متوسط اعمار في الثلاثينات والاربعينات؟ هو برنامج تكافل لان احنا بنستهدف الاسر اللي عندها ابناء في ابتدائي واعدادي وبنديهم دعم نقدي علشان الفلوس دي تخلي الاولاد يستمروا في المدرسه في ظل ظروف اقتصاديه صعبه فما يخرجش الولاد الى العمل بعيدا عن المدرسه. فالواقع اللي بيستفيدوا منه هي اسر شابه صغيره الزوج لا يعمل عمل منتظم وليس لديه تامين اجتماعي والزوجه لا تعمل عمل منتظم ودخلهم بيضعهم ومواصفات الاسره وظروفها بتضعهم تحت خط الفقر.